إن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، أعني راتبة الفجر، من هديه فيها عليه الصلاة والسلام أنه كان يخففها، ما يطول فيها. فقد جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى إني أقول أهو قرأ فيها بأم القرآن أو لم يقرأ، يعني من شدة التخفيف ومن شدة المبالغة، مبالغتها في وصف تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر التي هي النافلة، تقول لا حتى كنت أقول أقرأ فيها بأم القرآن أو لم يقرأ. تقول ذلك على وجه المبالغة في وصف تخفيفه لصلاته، تخفيفه لهذه الصلاة، وإلا هو يقرأ فيها قطعا بأم القرآن، بل يقرأ فيها كما سيأتي في أحاديث لاحقة، يقرأ فيها بسور وآيات. لكنها على وجه المبالغة في وصف التخفيف لهذه الصلاة قالت ذلك رضي الله عنها، قالت ذلك رضي الله عنها. بعض العلماء ذهب أخذا من هذا الحديث بأنه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهذا قول بعيد جدا وفهم غريب أيضا. وعائشة رضي الله عنها إنما قالت ذلك مبالغة في وصف التخفيف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. ولهذا فإن السنة أن يخفف المرء، أن يخفف المرء هذه الصلاة، وأن يأتي بها خفيفة تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وليس هناك صلاة بعد الأذان إلى أن تقام صلاة الفجر إلا هذه الصلاة يؤتى بها خفيفة، ثم يتفرغ المرء لذكر الله سبحانه وتعالى بما تيسر له إلى أن تقام الصلاة، وقد تهيأ لها بهاتين الركعتين، وتهيأ لها بما يسر الله له من ذكر لله سبحانه وتعالى.